ايه يا ولاد الكلب، وكان مفيش ميت في الحاره. يلا بقى يلا بس يا راجل. طبعا ما انت ابوك سايبك عشان تبوظ على الحاره، قلبها مخويه بتتكلم. خلاص يابا خلاص، ورحمه امك لحمتك يا جمال بتاعت الحاره. خلاص يا رحمه وبنت معفنة يا ابن الكلب. ايه يا ابو خلاص بقى الله. خلاص بقى. ها؟ بس تاني. ايوه صدر لي الغباء اللي في وش امك دي. ورحمة امك. قاعدين لك رسالة كده تعوض عليا. خلاص يا ابو. خلاص يا ابو. وانا اللي كنت فاكر انك راجل. واعتمد عليك. اتاريك بالبحر. البحر في فلوسي. قعدت زمان والمخدرات يا ابن الكلب. خلاص بقى يا ابو. ها؟ خلاص بقى يا بابا، خلاص بقى يا بابا. طيب خليك كده بقى زي الكلب يا رمة لغاية ما يكفل لك صح. يا رمة يا رمة. معلش يا اخويا اوعى تزعل من الجماعة، هم ظروفهم وحشة قوي وانت سيدي عارفين. المرحوم ألف رحمة ونور عليه كان إيديهم ورجليهم. الله يرحمه. علشان كذي يا عم تمام انا عندي قرشين ودي اعطيهم حقهم بس علشان ظروفهم، لكن مكسوف وين اروح وين اودي الفلوس. والله هو ابن واحد جنبنا اهو، بس انا رايي يعني ان احنا ندي القرشين دول للست امه وهي تتصرف بمعرفتها. تحليه على امرك. يا ساتر يا هانم يا هانم. للأستاذ سماه. هانم يا أستاذ تمام بتفضل. يزيد فضلك يا هانم، الأستاذ صالح كان عايزك في كلمتين. شدي حيلك يا حجة، كلنا لها الله يرحمها. شد على الله يا أستاذ، أنا مش عايزك تزعل من مني. بقول له راح برضو كلمه. الله يا الله لا قوة إلا بالله. الراجل لا زعلان ولا حاجة، ده راجل اصيل وابن حلال. هو لو كان زعلان كان فضل قاعد معانا لحد دلوقتي، ربنا يبارك له ويكرمه. هو بس كان عايز في موضوع كده هنا. انا هستناك بره يا استاذ صالح. ودي تيجي برضه يا استاذ تمام، ده البيت بيتك يا اخويا. يا حجه هذا مبلغ بسيط من حساب العم سيد الله يرحمه. خلي فلوسك في جيبك يا استاذ، احنا هناخد العوض. ما الدنيا دي كلها ما يكفنيش فابوي. عوضي بس يا بنتي، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وحيد الله وما صح. والله العظيم يا رب الراجل عايز يساعد ما فيهاش حاجه يعني. اتفضلي هذا حق العم سيد، يعني انا مو يعطيكم لا حسنه ولا متفضل عليكم، بالعكس هذه فلوسه. ده اللي بيتخرب فلوس ايه بس يا استاذ؟ فلوس ايه؟ اوعي تقولي كده يا هاني، مستغفر ربي. بيت ايه بس اللي اتخرب؟ ربنا سبحانه وتعالى ما بينساش حد، الراجل كتر خيره وبيساعد ما فيهاش حاجه يعني. وتفضلي هذا كرتي، انا موجود بمصر شويه، اي شيء محتاجينه اتصلي فيني وانا تحت امرك. حاضر تفضل معايا يا استاذ سلمان. شكرا عظم الله اجركم، مع السلامه. شقه من اخر يا بيه وبحري كمان، يعني من الاخر كده دوبلكس. تفضل. الشقه حلوه ومبين عليها شرحه. لا تمام، بس اقول لك انا ترى ماني قاعد اكثر من يومين ثلاثه بس. يا بي حضرتك لو حتى هتقعد ساعه لازم تقعد مرتاح يا بي. صح صح انت صح. عفوا. عن اذنك هذا الوالد. الو هلا يبا. لا تفضل يبا انا سامعك. ان شاء الله. بالعكس يا يبا، الناس اللي هني طلعوا طيبين لا ويرحبون ويحبون الضيوف. اي لا 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 تطمن، انا وزعت الفلوس كلها الحمد لله وكلهم يشكرون. لا يمدحونك وايد، يبي يشوفونك عاد يقولون لازم الوالد يجينا. اي تفضل الشيخ. مشكور. شكرني بحاجه ثانيه. الله يخليك. شكرا. اي حاجه يا بي. لحظه في الخدمه. الله يخليك. اي حاجه. مشكور. شكرا. تفضل هذا علشانك. شكرا.
لا يا يبا انا اكلم البواب. اي لا معاك معاك تفضل. حاضر على امرك. مع السلامه. مع السلامه. هيك يا تعال يا اخوي تعال استنى جاي شوف تعال البرومه كلاست بكام يعني اخرها 60 جنيه دي 60 جنيه يا راجل اتقل لا حرام عليك دفتره طور وقع تذبح اهو وانا خصبتك على حاجه وكمان على الشجنيه زياده بقولك اتكل على الله احنا لا هنبيع ولا هنشتري تلاجة تمنها 1000 جنيه تقودها ب 60 جنيه انت شايف عامله ازاي حريتها بقولك اتكل على الله اتكل على الله طب سامع عليك حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سعيد يا ابن منصور طب ورحمه ابويا ما انا بايع قشايه من البيت ده ان شاء الله حتى اموت من الجوع انا وعيالي عشان يشبع هو وابنه بفلوس ابويا هتعمل ايه هروح في 60 داهيه يا اخي سيبني اتصرف بقى رايحه فين طيب رايحه فين استغفر الله العظيم كل سنه العظيم استغفر الله العظيم كل سنه العظيم يا رب انت ساكت ليه ما انت كمان ساكت طب تحب نقوم نمشي؟ براحتك على فكرة يا خالد انت بايخ قوي النهاردة وانت كمان بايخ ولا مش حاسة؟ انا عاوز اعرف بقى نأجل ليه؟ ما تقدم زي ما اتفقنا انت ليه مش مصدقني ان هما مش هيوافقوا؟ طب ما نجرب هو في حد بيتجوز دلوقتي يا صفاء؟ خلاص يا خالد هات مامتك وباباك وخليهم يجوا يقابلوا صلاح وماما لا انا اروح لوحدي الاول هيرفضوك والدنيا هتتعك فوق دماغنا ويمكن يوافقوا بأمارة ايه؟ شو الايجار الجديد حلت نص المشكلة وديني شغالة اهو على ما ربنا يحلها في اتجاه تاني انا هكلم خالتي واخليها تحدد ميعاد مع ماما وصاحبها ايوه كده فكري معايا شويه بقى طب تحب تيجي امتى بكره لو عاوز لا بكره ايه ما ينفعش اديني يومين ماشي انا متفائل قوي يا صفاء يا رب يا خالد هو انا عايزه ايه غير كده يا رب يا اختي ما هو مكتوب في القران والسنه اعملي كل اللي انت عاوزاه ما دام في الحلال امال الست دي قرشة من حيتي ليه بس كل ما ارمي ريشه فرخ او قشره موز يا اختي يا سميحه اجري اللي بعديها برضه بعدين دي وليه وحدانيه وغلبانه ده موتها وسمها ان شافت الزباله بتاعتي ما هي ليل ونهار قاعده في الحاره ما وراهاش حاجه زي قرد قطع بتراقبني يا اختي ما ربنا سبحانه وتعالى قال واما بنعمه ربك فحدث عادي يعني يبقى انا كده بعمل الصح ما انا بحدث الحاره كلها باكل ايه وبشرب ايه يبقى هي مهريه مني ليه طيب صحيح اللي انت بتعمليه يا ست سميحه لا مؤاخذه يا استاذ مش تقولي يا زينب ان الاستاذ هنا عن اذنكم بقى انا ماشيه بقى اجي لك وقت تاني اتفضلي عاملي جارتك بالحسنى يا ست سميحه النبي وصى على سبع جار حاضر يا استاذ تمام حاضر مع السلامه يا اختي مع السلامه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا زينب بتفهمي الوليه غلط وهو يا اخويا ايه الغلط اللي انا قلته الوليه بترمي طنط في الفراخ ويشرب موس في الحار وانت تقول لها واما بنعمه ربك فحدث يعني هو انا غلطت لما قلت لها كده ايوه طبعا غلطتي لما تكوني مش عارفه يا زينب اسكتي ده ارحم لك استغفر الله العظيم يا رب يعني هو انا عكيت يا اخويا طبعا عكيتي الله بتشجع الوليه على انها تضايق جارتها المحرومه المسكينه الوليه دي ممكن بكره تقعد قدام عتبه بيتها وتاكل فرخ